السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال الاحتباس الحراري، كيفاش غادي نتفاداو، واسمه هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري وهو فصل الصيف، هو راه تقريبا راه غادي يدخل ان شاء الله. الطريقة ديال التهوية، الطريقة ديال التضليل، كيفاش نضلوا على الأرانب، كل واحد اسمه كيفاش داير الطريقة. كاين واحد النوع من الناس كيبنيو بالحجر وكيخليو واحد الشريجمات، ولكن ما كيتفقدوش الارانب ديالهم بشكل يومي. سمو كيوقع هذوك الارانب كيوقع لهم احتباس حراري. سمو المشكل هو في الاكل. الاكل في الصيف انا كنصح، يعني هذا الشيء عن تجربه، كنصح جميع المربين انهم ما يعطيوش الارانب ديالهم الاكل، يعني السيكاليم، ما يعطيهولهمش بالنهار. انتم كتبان لكم غريبه هذه القضيه، ولكن خاصكم تفهموا ان الماء ملي كيكون الاحتباس الحراري، يعني واحد الدرجه عاليه ديال الحراره، كيبقاو ياكلوا بشكل عادي، يعني بحال بحال المشتى، بحال الخريف، بحال الربيع، بحال الصيف. الصيف بوحده الا مشيتوا تعطيتيهم الماكله بشكل عادي، عرفوا انكم راكم غالطين. راه كتجي واحد النهار كتلقى شي واحد ميت، كتقول علاش؟ ياك ما راه الصهد هو اللي غلبه. الصهد راه ما كيغلبش الارانب، خصنا غير حنا كيفاش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، يعني الطريقه كيفاش نتعاملوا، كيفاش غادي نوصلوا لهم يعني التربيه السليمه، كيفاش غادي نوصلوها لهم، كيفاش نعرفوا الارنب. كاين الارنب كيكون وافي وما كنعرفوش حنايا باللي مثلا راه من فوق في واحد الجهه منا ولا منا، لانه هو كيكون وافي، ما غاديش نعيقوا بها. طريقه وهي تهزوا الارنب بهذه الطريقه عادي، تهزوه من الرجل ومن اليد ديالو، وغادي ديروا له كانه هو قرعه او واحد القنينه. غادي تشدوه بحال هكا، بحال هذه القنينه بحال هكا، وكتمخضوه بحال هكا، هو كله كيتمخض، وكتحطوا ودنيكم حدا حدا الكرش ديالو. وها انتم هذا الصوت هذا بالضبط انا غنسمعوا لكم بالضبط، كتسمعوه ملي كيكون عنده احتباس حراري. هانتم هذا هو الصوت اللي كيتسمع في الارنب ملي كيكون عنده احتباس حراري، يعني كأن الكرش ديالو كتكون فيها الماء. تما راه عرفوا راه صافي، راه احتباس حراري. حاولوا انكم تقطعوا عليه الماكله في الصباح، عطيوه في الليل. ثم غتبان لكم غريبه، ولكن راه هذا هو الطريقه السليمه لتجاوز ديك المرحله ديال الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري شحال من واحد راه ما عايقش به، كيقول ايوا صافي انا يا الصيف غادي نغطي عليهم مزيان، ولكن الماكله غنبقاو نعطيهم عادي. هذا هو الخطا. الصيف الماكله ديالو ماشي هي في الايامات العاديه. بالنهار حاولوا ما تعطيهمش الماكله، راه ما غادي يضعفوا، ما غادي يطرا لهم شي حاجه، ما غادي يعني نقصوا في الوزن، راه عادي. داكشي اللي كتعطيوه لهم بالنهار حاولوا تعوضوه في الليل. عطيهم وجبه كافيه، يعني مثلا كتعطيهم وجبه كبيره، عطيوهم وجبه ونص في الليل، في الليل، وخليهم هذاك الليل كامل يتمتعوا بها، راهم صافي راه كافيه. عطيهم وجبه، يعني ماشي جوج وجبات كما مولفين، لا، عطيهم وجبه وحده ونصف. فوقاش عطيوها لهم؟ عطيوها لهم في الليل، ولكن الماء بدون انقطاع. هذاك الماء حاولوا انكم 24 ساعه على 24 ساعه. ولكن بالنسبه للاكل ممكن انكم تعطيهم داك الخص اذا كان موجود عندكم، اذا كان متاح ممكن تعطيوهم عاوتاني البقايا ديال الدلاح، يعني غير كان باش كتبردوا عليهم وصافي، لان الصيف راه الانسان وما كيحتملش. راه عاد القناين الارانب اللي كيكونوا عاد مكسيين بواحد الغطاء، واحد الفرو عاطي لهم سيدي ربي. اذا سمو الطريقه انكم ما تعطيوهمش الماكله بتاتا بالنهار والو. واخا يبان لك الارنب غير كتجي هو كينقز عليك وكيبقى يشمشم فيك، راه مسكين باغي ياكل، ولكن ما تعطيوش الماكله بالنهار الا بغيتوا تعيشوا الارانب ديالكم سلام، يعني في فصل الصيف. إن هذه هي الطريقه المثلى، يعني مجربه، ما تعطيوش الارانب ديالكم الماكله، وان شاء الله غادي تتجاوزوا الفتره ديال الصيف بامان ان شاء الله.
الطريقه راني وريتكم غير قرعه عاديه، شوفوا ديك الصوت اللي كتعملوا عليه القرعه راه غادي تلقاوه في كرش الارنب. ما فيها باس انه ديروا هذه العمليه واحد السيمانه، من سيمانه لسيمانه، ولا باش اللي حسيتوا به بدا كيأثر عليه الاحتباس الحراري صافي يتفرز على جنب، وحاولوا انكم غير تجوعوه شي شويه وان شاء الله غادي يولي مزيان. بالاضافه الى البيكربونات، هذيك راه باينه، بيكربونات الصوديوم واحد المعلقه ديروها لكم، ديروها مع الماء، راه حتى هي كتفي بالغرض. ولكن هذا الشيء راه موضوع مهم مهم بزاف. حنايا داخلين على الابواب، بدات كتفتح على الصيف. الصيف راه شحال من واحد كيكونوا عنده الخلفات بزاف، يعني في ليامات الربيع والشتاء والخريف، وكيبقاو يموتوا له في الصيف، وكيقول لا راه كيأثر عليهم الحراره. هي راه ماشي الحراره، راه الاحتباس الحراري والطريقه ديال الاعطاء ديالهم الاكل. اذا هذا هو موضوعنا ديال هذا ديال هذه الحلقه ديال هذا النهار. ساندونات كيو على زر جام، واللي مازال ما شاركش معنا يشارك، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.